كان رجلا لا ينظر وراءه، يدله نور قلبه إلى حيث تولد الحياة، وفي كل خطوة من طريقه ثمة ظلام، وفي كل خطوة من طريقه تولد حياة. وبين الظلام والحياة كان المسير يوغل في الفكرة ليصبح نورا. هي حياة تروى عن طريق مهده الأسلاف ليعبره الرجال الصادقون، وليشعلوا في جنباته أنوار الهداية من البدء وحتى الأزل. وهي حكاية تروى عن رجل آمن بالحق فحمل رايته، آمن بالصدق فجبل طينته، ونادى بالعدل فعمر منزله، وسكن الإيمان فكان موطنه. إنها إضاءة من حياة آية الله السيد محمد رضا الشيرازي. أخي في العلم وابن أخي في النسب آية الله السيد محمد رضا الشيرازي قدس سره. من سماته البارزة التي لمستها لعله أكثر من غيري، ولمسها كل من عاشره ولو لنصف ساعة والأكثر أكثر، التمثيل الشخصي للإنسان المسلم الصحيح في أقواله، في سيرته، في نظراته، في استماعه، في دعوته، في إجابته. وهذا مما يندر وجوده في كل زمان، خاصة في زماننا هذا. وكل من كان أقرب إليه كان أكثر معرفة بهذا الأمر منه، فكان يمثل الإيمان وكان يمثل العمل الصالح. عام 1379 للهجرة، الموافق عام 1959 للميلاد، وفي مدينة كربلاء المقدسة جاءت ولادة السيد محمد رضا الشيرازي لتتوافق مع بداية مرحلة صعبة على الأمة العربية والإسلامية. فالعالم الذي ودع بالأمس القريب ثاني حروبه العظمى كان يستعد في الخفاء للبدء بحروب عالمية صغرى تضع في صلب أهدافها تدمير الإنسان من الداخل ومهاجمته في صميم عقيدته وأفكاره، كي تحوله من كائن يذهب إلى الحياة كي يغيرها نحو الأحسن إلى كائن يحاول أن يحافظ على وجوده فقط، حتى وإن كان هذا الوجود بهيميا لا علاقة له بالإنسان، لا من قريب ولا من بعيد. وقد كان لبشارة ولادة السيد الراحل على أمته أثرا عميقا، من حيث أنه وتبعا لانتمائه إلى سلالة طاهرة مطهرة لا بد سيقوم بما يكمل به طريق أسلافه. وهكذا جاءت طفولته لتكون مثالا على ديمومة الفكر والثقافة العابقة بروح الإيمان، رغم أن نشأته كانت مقترنة بالاضطهاد الذي تعرضت له عائلته الكريمة، مما جعلها تختار المنافي في حلها وترحالها.
عاصرت طفولة سيد محمد رضا، لأنه يعني أنا كنت معلما في مدارس حفاظ القرآن الحكيم. هذه كانت مدارس تأسست في زمن المرحوم السيد مرزا مهدي الشيرازي جد سيد محمد رضا. أنا انتسبت إليها سنة 1970، وكنت يوم ذاك يعني بلغت من العمر 20 سنة، كنت شابا وانتسبت معلما في المدرسة، فكنت أشوفه يتلقى العلم بقوة، عند قوة استيعاب ويحفظ ويستعد. منذ نعومة أظفاره كان متميز حقيقة، كان متميزا في تصرفاته في سلوكه، ونشأ على هذه الحالة. ثم تلقى الدراسة الفقهية الدينية على يد أعمامه وعلى يد أبيه، ولكن كما ذكرتم الظروف أرغمتهم على التنقل من كربلاء إلى الكويت، من الكويت إلى إيران. رغم هذه الظروف يعني الصعبة التي مروا بها، لكن أنا كنت ألاحظ أن السيد الفقيد المترجم له سيد محمد رضا رضوان الله تعالى عليه كان يهتم بالعلم، بالعلم والتقى، كان منصرفا حقيقة. أقول هذه الجملة على وجه الحقيقة لا أبالغ فيها، كان منصرفا إلى العلم والتقى، منصرف انصراف تام إلى العلم والتقى. كان يهيئ نفسه لمستقبل عظيم، لهذا كان منصب على العلم، خصوصا لما ارتحلوا إلى قم واصل الدراسة والتدريس وحصل على إجازات راقية من كثير من الفقهاء. عندما كنت في العراق كنت أراه وهو صبي يافع العمر يتتبع خطوات والده الكريمة، عندما يأتي إلى المدرسة أو المدارس التي كان يدرس فيها كان يتنقل وهو في عمر الصبا مع والده ويتتبع آثاره، وكان يمتاز بالإصغاء إلى والده وإلى كل عالم يتحدث في علم من العلوم. عندما انتقلت الأسرة الكريمة في بداية السبعينات من العراق تحت ضغوط حزب البعث يوم ذاك التي اضطر فيها السيد الراحل مع والده، طبعا السيد الراحل أقصد السيد الإمام السيد محمد الشيرازي وكذلك أخي السيد المرتضى وأسرتينا جميعا من كان منهم من الأعلام في كربلاء، اضطرهم إلى المغادرة فانتقلوا جميعا إلى الكويت. وبعد ذلك بدأت المسيرة مع طبعا مسيرة التهجير الذي صار في أيام أحمد حسن البكر، أيام الحكم البائد البعثي الصدامي، ومن كربلاء المقدسة انتقلوا إلى طبعا ليلا بتهديد من الصداميين انتقلوا إلى سوريا، ومن سوريا إلى لبنان، ومن لبنان إلى الكويت، واستقر بهم المسير في دولة الكويت لمدة 9 سنوات. والسيد محمد رضا رحمة الله عليه بهذه المحن التي مرت عليه كان يداوم على دراسة دينية. طبعا دراسة الابتدائية كانت في مدرسة حفاظ القرآن الحكيم اللي هي من تأسيسات المرحومة الله العظمى جد المرحوم المرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه. كنت قد سبقتهم بالرحلة إلى الكويت، وكان التمهيد لمجيئهم تمهيدا رائعا الحمد لله. في فترة التنقل هذه إلى الكويت كانت فترة سنين لا تتجاوز 10 سنوات، كانت فترة لم يكن فيها ملاحقا من قبل السلطات، ولكن كان ملاحقا أيضا من بعض الأطراف الأخرى، ومع الأسف بعضها أطراف دينية وبعضها أطراف حزبية وحتى من قبل حزب البعث، لكن ما كانت بذلك المستوى الذي كان في العراق. ومن الطبيعي أن الملاحقة لرجل في هذا المستوى وبقاه في حالة تشرد
هذه الحالة تترك أثرا على نفوس الناس العاديين ويبقى في حالة اضطراب ولا يعرف كيف يتصرف في شؤون حياته. ولكن عندما يكون الرجل على مستوى رفيع من الإيمان أولا والعلم ومن أسرة توارث منها جميع المكرمات ومنها الصبر، فكان السيد الراحل مع أسرته جميعا يتمتعون بهذه الصفة العظيمة، الابتسامة لا تفارق شفاههم. والسيد محمد رضا رحمه الله كان يتمتع بهذه الصفة على أعلى مستوياتها، كان صبورا كوالده رحمه الله، كان صبورا ومشغولا بتحصيل العلم في المقدمات ثم في السطوح حتى بلغ ما بلغ ما شاء الله. العلوم العربية كالنحو والصرف وبعض علوم الفقه مثل كشرائع المحقق الحلي رضوان الله عليه كان يدرسها الفقيد عندي رضوان الله عليه، وكان ذكي ومنتبه وما يتعبني في الدراسة. لكن بعد ذلك انتقل بسبب هجرتنا وسفرنا انتقل إلى أساتذة آخرين، فنشأ وبرع والحمد لله وتخرج فقيها عالما يفتخر به. بعد انتقاله إلى إيران في حقيقة الأمر دخل أيضا في المدارس الدينية، وكان في تلك الفترة بين الكويت وإيران كان بنفس الوقت كان تلميذا وأستاذا وجمع الصفتين، كان يدرس الدروس المتقدمة في الدراسة الحوزوية وكان بنفس الوقت يدرس الآخرين على الدروس التي قد درست له في كربلاء وفي الكويت. في إيران تتلمذ على يد ثلاث أساتذة كبار، هم والده الراحل الإمام الشيرازي، ثم عمه السيد صادق الشيرازي، ثم الوحيد الخراساني. ينتسب الراحل آية الله السيد محمد رضا الشيرازي إلى عائلة قدمت الكثير للأمة العربية والإسلامية، إنها أسرة الشيرازي، الأسرة المتألقة في سماء العلم والفضيلة. ويمكن أن نقول أنه أكثر أسرة قدمت شخصيات للعالم وخدمت الإنسانية هي بني هاشم، بقطع النظر عن النبي صلى الله عليه وآله، قصدي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بنو هاشم وخاصة بنو علي والزهراء سلام الله عليها هم أكثر أسرة قدمت شخصيات نابغة أثرت في حياة البشرية. المرحوم السيد محمد رضا الشيرازي قدس الله نفسه كان لي فيه نظرة، وأعرفه عرفته عن قرب، شخصيته أفكاره اهتماماته كان مميزا ونابغا، كان أمل في الواقع، كان لي أمل أن يكون من كبار علمائنا ومراجع الشيعة في العالم. في الحقيقة والده الراحل رضوان الله عليه مضافا إلى مقامه هو في الأخلاق في الإيمان في الورع في التقوى، ربى أولادا حتى بنات من الذكور والإناث خير التربية، وكان الفقيد الراحل سيد محمد رضا مثالا للتربية الصالحة وللآداب وللتواضع وللأخلاق وللعلم والعمل والإيمان والجهاد، كذلك إخوته الآخرين كالسيد مرتضى والسيد جعفر والسيد محمد علي والسيد مهدي، وهؤلاء كلهم بحمد الله كانوا خيرة الشباب في التربية في الإيمان كما عصرناهم وشهدناهم. فعندما نذكر السيد محمد رضا الشيرازي نذكر هذه العائلة الكبيرة الممتدة إلى صاحب الثورة الوطنية الكبرى في العراق، الثورة اليتيمة إن جاز التعبير، والتي ما زلنا نغترف من عطائها الكثير ونمجد بها ونحتفل بها إلى الآن كونها الثورة اليتيمة في العراق. كذلك فهو حفيد الميرزا مهدي الشيرازي الذي يعتبر هو الحفيد الأول كما أعتقد، وبالتالي فإنه اغترف من هذا المنهل الكبير علوما زاخرة. كذلك فإن والده المكرم السيد محمد الشيرازي الإمام الراحل
كان له سطوته في تربيته، ولا أقصد هنا سطوته في منطق القوة، وإنما السطوة في تربية الأخلاق الحميدة لهذا السيد الرباني. كذلك فإن عمه الشهيد الكبير السيد حسن شيرازي الذي رسم ملامح الشهادة الكبرى في تاريخ العراق المعاصر، كونه تصدى بشكل كبير إلى أعتى طاغوت في العراق الحديث. لم تعرف أسرة الشيرازي الاستقرار، كما هي حال الكثير من الأسر الدينية العريقة التي تدافعها الزمن والظلم والغدر، وكانت تنتقل من مكان إلى مكان. وفي عام 1399 للهجرة الموافق لعام 1979 للميلاد، انتقل السيد محمد رضا بمعية والده الكريم إلى إيران، واستقر في قم المقدسة، حيث بدأ فيها رحلة الاجتهاد المضنية، وبدأ يشق طريقه نحو النمو العلمي من خلال انتهاله من كبار العلماء والأساتذة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة عند المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني، وعمه المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي، ووالده الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي، فنال مرتبة عالية في الفقاهة والاجتهاد. أثر في تربية السيد الراحل السيد محمد رضا، أثر في تربيته عمه سماحة السيد صادق حفظه الله. أنا أتذكر منذ عام 75 أو 76 من القرن الميلادي المنصرم، أتذكر أن السيد الرضا رضوان الله تعالى عليه كان ملازما لعمه سماحة السيد صادق، ملازمة كبيرة، ويدرس عنده يوميا حصتين أحيانا. وعمه سماحة السيد صادق أيضا شخصية مركزة في التربية، يعني له قدرة تربوية هائلة. والسيد محمد رضا رضوان الله عليه أشرف عليه عمه وأبوه، فتحول يعني صاغوا منه إلى جوهرة جدا ثمينة ونادرة في المجتمع المعاصر الذي نعيشه. أمثال السيد محمد رضا إن لم يكن عديم النظير فهو بالقطع واليقين نادر جدا وقليل الوجود من أمثاله. فتربية خاصة ونموذجية. لازم السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه الدرس والتدريس، فشرع بتدريس السطوح العالية في مدينة قم المقدسة. وفي عام 1407 هجرية الموافق لعام 1987 ميلادية، نال إجازات الاجتهاد من بعض العلماء الأعاظم، وذلك على إثر كتاب ألفه في علم الأصول بعنوان الترتب. لم يقتصر الفقيه المقدس رضوان الله تعالى عليه على تدريس الفقه والأصول، بل درس التفسير والرجال لعدة سنوات، حتى اضطر للعودة إلى الكويت مرة أخرى. وقد أحدث وصوله للكويت والسنوات التي أقام فيها تطورا عظيما في النمو الفكري والديني للمجتمع، تعدى إلى بلدان الخليج الأخرى. وهنا كان على السيد الراحل أن يكون أمام سلسلة من المهام التي قررها لنفسه، كي يكون قلبا وقالبا شعلة نشاط في خدمة الدعوة للعقيدة، ولتبرز هنا الصفات الشخصية وقدرته على مخاطبة الآخرين وإقناعهم، وهذا ما جعل من حضوره الشخصي وميزاته المعرفية أمرا لازما. كانت شخصية الفقيد رضوان الله عليه شخصية قوية وشخصية علمية عميقة في جذور العلم والفضل، ولذا كان له تأثير كبير على أقرانه، على مجتمعه، على تلامذته، على أصدقائه، على أساتذته، وعلى كل من استمع إليه أو رافقه أو جالسه. كان متمسكا دائما بكتاب الله
وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه من آخر وصاياه التي كتبها وعثر عليها في جيبه: أني تارك فيكم الثقلين، لأنه كان يعتقد ويؤمن أن مصدر الحياة والعلم والفضل والنبوغ كلها من القرآن ومن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصولنا ما أوصى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كان رضوان الله عليه يطير بجناحين اثنين، جناح العلم وجناح الأخلاق، ولذلك هو في الحقيقة هو مصداق واضح وجلي لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما قال: العلماء ورثة الأنبياء. سماحة السيد محمد رضا الشيرازي هو مصداق جلي لهذه الرواية، لهذا الحديث الوارد عن الرسول الأكرم: العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء في علمهم، ورثة الأنبياء في أخلاقهم، في سيرتهم، في سلوكهم، في أقوالهم، في أفعالهم. نحن بالفعل لم نعاشر الأنبياء، لم نعش في تلك الأزمنة حيث المعصوم سواء النبي أو الإمام، ولكننا لاحظنا أو شاهدنا في حياتنا شخص نموذج مصغر من تلك الحالات العظيمة، فهو عن جد وعن حقيقة هو وارث للأنبياء بهذين الجناحين. وبجناحي العلم والأخلاق كان حضور السيد الراحل يتسع ويزداد ليصل إلى قلب كل من عرفه وتواصل مع تفكيره وأخلاقه ومؤلفاته. إننا هنا وفي هذه الحالة أمام مسعى ضمني لصناعة النموذج المؤثر عبر بنية تفكير مرنة تعرف كيف توجه خطابها وتعرف كيف تصنعه قبل أي شيء. سماحة فقيدنا الغالي كان يضرب به المثل في هذا المجال، مجال علم أصول الدين، كان قويا جدا، وكان يستطيع أن يعبر عن هذه العقيدة اللي كان يمتلكها والتبحر اللي كان عنده بالنسبة إلى علوم أصول الدين وعلوم الاعتقاد، كان يقدر يطرحها بصورة يقنع بها كل من يستمع إليه، يقنع بها المخاطب. لذلك تجربته العملية في هذا المجال أثبتها بقوة، ونرى الكثير من الناس الذين سمعوا محاضراته في العقيدة انشدوا إليه وأيضا تأثروا به، فكره وعقيدته، وتمكنوا من أن يصححوا عقائدهم بما يطرحه فقيدنا الغالي كان في محاضراته العقائدية. رجل صبور يتحمل الصعاب وولوع بالعلم، نهم يعني لا يشبع من العلم، ورجل يجاهد في سبيل التحصيل العلمي، يسهر الليل ويكابد المصاعب في سبيل التحصيل العلمي. وكان رضوان الله تعالى عليه مهتما كثيرا بواجبات معينة اجتماعية كان يؤديها، في القضايا العلمية كان دقيق جدا. العلوم التي تلقاها جل العلوم الحوزوية القديمة، فقد درس الفقه من العروة والرسالة العملية إلى أعلى المراتب: الشرائع، اللمعة، المكاسب،
وبحث الخارج، ثم الكتب الأخرى التي طالعها كتب كثيرة. الملفت للنظر أن هذه الكتب فيها دقائق لطيفة جدا، والسيد رحمه الله قد احتوى هذه الدقائق وعرف هذه الدقائق، فلذا كان متصديا للتدريس، وكان يدرسها بجدارة وجدية وبكمال الدقة في المسائل الفقهية، كان محتويا ومستوليا عليها بحيث لم تفته فائتة ولم تذهب عليه شاردة أو واردة، كان مسيطرا تمام السيطرة عليها. من أينما تأتيه في الفقه تجده بحرا زاخرا ومستحضرا للمسائل. وفي الأصول حينما تنظر إلى تدريساته القديمة، أتذكر منذ أن كان يدرس المعالم قبل 30 سنة، كان يدرس المعالم، معالم الأصول حينما كان يدرسها كأنها جريدة، مع أن المعالم لو لاحظتموها كتاب بمستوى بحث الخارج في زمانه، آخر كتاب يدرس في ذلك الزمان هو كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، فكان يدرس هذا الكتاب مع ما فيه من أفكار كثيرة جميلة طيبة، والأفكار القديمة تحتاج إلى فهم عميق جدا، وكان بحمد الله يبينها. التوكل على الله سبحانه وتعالى، لماذا في القرآن الكريم تأكيد على قضية التوكل؟ المتوكلون يقتحمون عادة، عندهم حالة اقتحام. منطق المعادلات المادية لا يأذن بذلك، ولكن منطق المعادلات الغيبية يقول اقتحم وأقدم. المؤمن قلبه قوي بالله سبحانه وتعالى، كيف يقول أنا أعمل؟ ولكن أيضا أنتظر الرحمة الإلهية. ولكن كيف أمكن للسيد الراحل أن يجعل من البحث المعرفي غاية تؤدي مفعولها في تطوير وتحسين الظرف الاجتماعي في مناخ كان يفرض الدخول في الغمار السياسي كي يستطيع التواصل مع جماهير المؤمنين؟ الحقيقة السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه كان رجل سياسة من الطراز الأول، لكنه لم يشهر سيفه السياسي على الآخرين، وإنما كان يعمل في جانب مهم جدا. الجانب المهم هو أنه كان يعمل في التركيز على أن العبادة هي الطريق نحو الإيمان، وأن الطريق نحو الإيمان هو طريق إيمان بالله سبحانه وتعالى. فإذا أنت أقنعته ورسخت مبدأ العبادة عند الشعب، عند الجماهير، عند المسلمين عموما، تستطيع أن تعمل مجتمعا مؤمنا، وبالتالي إذا استطعت أن تعمل مجتمعا مؤمنا تستطيع أن تخرج منه قادة سياسيين كبار وأفذاذ ورجالات دولة مؤمنين قادرين على أصلاح المجتمع وديمومة هذا الإصلاح. وبالتالي فإن السيد الراحل هو لم يوصم بأنه عمل في السياسة، لكنه عمل من خلال العقيدة في السياسة. لم يشتغل بالسياسة كسياسي يؤسس حزب سياسي ويؤسس مؤسسة سياسية ويرشح نفسه لمنصب سياسي، وإنما هو عمل بالسياسة من خلال طرح الثورة الفكرية، الثورة الفكرية لبناء مجتمع جديد، مجتمع قادر على أنه يبني الدولة ويبني الإنسان ويبني العالم بشكل كامل من خلال المبادئ الإسلامية الصحيحة. فهو جعل من ثورة الحسين عليه السلام وقضية الحسين معيار لبناء ولاختيار سياسيين
جدد قادرين على حمل الأمانة وقادرين على بناء الدولة وقادرين على خدمة المجتمع وأخيرا لخدمة الدين. فتلاحظ أنه من خلال كتاباته أنه يركز على القضية الحسينية بشكل كبير، والقضية الحسينية إذا أخذناها بحقيقتها هي قضية سياسية، هي ثورة على نظام التجبر، على نظام الدكتاتورية، على نظام الطغيان، هي ثورة على الانحراف الذي ممكن أن يحصل في الدين، هي ثورة على كل ما يمتهن كرامة الإنسان. كان ممن يعتقد بارتباط الدين بالسياسة، ولكن لأنه كان في فترة حياته هذه كان منشغلا بالدروس وبالتحقيقات، ويرى في وجود والده رحمه الله وعمه الكريم حافظه الله من يقوم بهذه الأدوار دون الحاجة لأن يحشر نفسه في هذه الأمور التي دفع والده وبعض إخوته ثمنا غاليا، وإنما كان منشغلا في دروسه وفي محاضراته كسبا للعلوم وتعليما للآخرين، وإنما لم يجد الوقت المناسب ولم يصل إلى تلك المرحلة التي يتخذ فيها قرارات سياسية، ولكن ليس معناه أنه لم يكن مقتنعا بأن الدين والسياسة مرتبطان ببعض. السيد لم يعمل بالسياسة الحزبية والتنظيمية أو بشكل عام السياسة مطلقا في أروقتها المظلمة وراء الكواليس أو الأساليب والأطروحات الواضحة من زعامات أحزاب وتنظيمات وتزعم معارضة. السيد انطلق من منطلق الإمام الحسين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. السيد حمل هذا الشعار، الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح كان السياسة هي عمق في الإسلام، لكن أي نوع من السياسة؟ الإمام خرج للإصلاح العام الشامل وهو قدوة وأسوة لنا. فمن اشتغل بالإصلاح الثقافي هذا اشتغل بالسياسة، هم أساسة البلاد. من اشتغل بالإصلاح الاقتصادي هذا اشتغل بالسياسة. من اشتغل بالإصلاح الاجتماعي هذا إصلاح سياسي. جميع أنواع الإصلاح ثقافي اجتماعي اقتصادي سياسي هو إصلاح. سادة أهل البيت، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يمارسون السياسة، لكن السياسة الشرعية، السياسة التي يرتضيها الله، السياسة التي لا تغضب الله، اللي إحنا نعبر عنها بالسياسة الشرعية، إصلاح الأمة، خدمة الناس، نشر المعرفة، بث الوعي، الاستزادة من العلم، نشر العلم، وإلى آخر ذلك من النشاطات التي يفترض بالمؤمن العالم أن يلتزم بها، يؤسس مؤسسات، يخدم الأمة بيده، بقلمه، بلسانه، بكل وجوده وكيانه. إذا كان المقصود بالسياسة هذه السياسة الشرعية، نعم مارسها السيد الفقيد سيد محمد رضا رضوان الله تعالى عليه بقوة. إذا كانت هذه السياسة مارسها بقوة. السيد محمد رضا الشيرازي لم يكن رجل سياسة، ولكن كان يتابع الحدث السياسي في العالم، كان يهتم بالحدث السياسي في العالم، وكان يهتم بصورة خاصة بما يرتبط بشيعة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني لو جرى هنالك حدث في الباكستان أو في أفغانستان أو في لندن أو الدنمارك أو العراق بالذات، نرى أن السيد الرضا رضوان الله عليه كان يتابع الحدث السياسي الشيعي بكل تفاصيله، لأنه القضية السياسية تمثل البنية الفوقية للأمة، والقضية الثقافية والأخلاقية والروحية والدينية
تمثل البنى التحتية للأمة. فإذن في الواقع كل خلل يحدث في البنية الفوقية إنما هو نابع وناشئ عادة من الخلل في البنى التحتية. إذن نحن أمام رجل سياسي كان يدرك أن الفعل في الحياة إنما يبدأ من الدين الحنيف ومن الإيمان ومن الإصرار على الأخلاق بوصفها دليل المؤمن للوصول إلى حالة متزنة تضمن للوجود الإنساني أن يستمر محفوظ الكرامة. هو كان يعتبر الحياة والدين والأخلاق شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله: أقربكم منزلة مني يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وفي بعض الأخبار التي هو كان فقط ليس فقط يفهمها إنما يحاول تطبيقها بالكامل، أنه حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. لهذا كنا نلمس هذا الشيء في كل لقاء، يعني في نبرة صوته، في نظرته، في هديه وسمته، في مشيه، في تفكيره، أخلاقه في معاملته مع الأغيار، إضافة للمقربين والأصدقاء، يشهد لها القريب والبعيد والدني والشريف. فكانت كما هو وكما هي في الواقع، في واقع الحال، الأخلاق هي جوهر الدين في الواقع. إذا كان الإنسان يريد يوصل إلى عمق العلمي، العمق العلمي عند السيد أو الأخلاقي أو السلوك، كان يحتاج إلى تدبر ما كان يجده بوضوح، لأنه ماكو ظاهر. مع قناعة تملأ الأبصار والقلوب غنى، حقيقة كان رجل قنوع، مو فقط قنوع في أكله، لا، مو فقط قنوع في لبسه، لباسه، ما كان فقط قنوع في الماديات البسيطة اللي تخطر بالبال في بادئ الأمر، كان قنوع في المصالح الكبرى المادية للإنسان. السيد الرضا رضوان الله تعالى عليه في القضايا الأخلاقية كان مهتماً، وكان قد درس عدة من كتب الأخلاق، منها كتاب جامع السعادات، وكان يعتقد بضرورة تدريس أو مباحثة كتاب الآداب والسنن، أربع أجزاء في القضايا الأخلاقية والاجتماعية ضمن موسوعة الفقه للسيد الراحل. فكان يعتقد أن الأخلاق أساسا معتمدا في الشريعة الإسلامية وأساسا لازما وضروريا للمجتمع، والابتعاد عن الأخلاق معناه الانزلاق إلى الهاوية. أنه عندما يريد أن يطرح قضية على إنسان أو على مجتمع، ولا سيما في المجالس مع العلماء أو ذوي الاختصاص، يريد أن يصحح مسيرهم ويصحح موضوعا من مواضيعهم، يطرح القضية كسؤال، كانوا دا يسأل، مو كانوا جاي يرد يعلم، مو كانوا جاء ليعلمهم. هذه ميزة يعني ما رأيت أحد غيره يتمتع بهذا الصفة. أنا ما التقيت، ربما أكو، بس أنا ما التقيت حقيقة بإنسان عنده هالمستوى الرفيع من الأخلاق. الميزة التي كان يمتاز بها وأحبه الناس فيها المستوى الرفيع، أعلى مستويات الأخلاق والتواضع والدقة في المعرفة وفي العلوم التي يطرحها وحتى في الكلمات التي ينطقها. الملاحظ في محاضرات رحمة الله عليه حالة الهدوء النفسي التي تنعكس على الكلمات. يا أخي الكريم، الذي يؤثر في المستمع والمشاهد ليس فقط الكلام،
وإنما هو روحية المتكلم. الجو العام لما تسمع إلى سيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه تشعر بإطمئنان، هذا واثق مما يقول، مطمئن بما يقول، معتقد بما يقول، وحالة الهدوء والإطمئنان. يستدل، يناقش، وقد يغضب، لكن في طمأنينة وطابع العام للهدوء في شخصيته وفي أفكاره قدس الله نفسه. احنا نشوف التأثير الكبير الغريب لكلماته رضوان الله تعالى عليه في الناس، لهذا العمق الروحي وهذا النقاء والصفاء النفسي وتلك التجليات المعنوية الكبيرة التي كانت فيه، قمة في التواضع وقمة في الزهد وقمة في سهل القضاء سهل الاقتضاء، كما أنه كان قمة في أنه لا يتوقع من أحد شيئا، ربى نفسه على ذلك، فالله أعطاه في مقابل ذلك وغيره الشيء الكثير الكثير. الذين يعيشون في أجواء أحاديث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذين يعيشون في أجواء أحاديث أهل البيت لهم روحية أخرى. في أولئك الأفراد تجدون الحياة الطيبة، وفي أولئك الأفراد تجدون النفس المطمئنة. إحنا إذا شعرنا أنه هنالك إشكال في حياتنا، حياتنا ليست حياة طيبة، قلوبنا ليست قلوب مطمئنة، هذا الدليل على ابتعادنا بمقدار عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وتعاليمه. لقد مضت حياة السيد الراحل في مساراتها سعيا وراء الخير للناس وإقامة المشاريع التي تحسن حياتهم وتجعلهم في حالة أرقى. إنها مسيرة الضوء المؤمن الذي ينير الدرب للذين يطمحون للحياة الأخلاقية الكريمة. كان السيد يشجع على المشاريع الخيرية والثقافية، دائما كان يسعى لتوجيه الناس، كان يحمل السيد الرضا رضوان الله عليه في قلبه هما كبيرا لنشر فكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. دائما أي إنسان لو كان له مشروع ثقافي أو خيري أو توعوي كان السيد الرضا يشجعه وكان يوجهه، وكان بمقدار ما يتمكن كان يرشده إلى الصواب. فكان رضوان الله عليه موسوعة علمية ثقافية متحركة، كان له ديناميكية في التعامل وفي العطاء، وكان فكر متحرك ولكن يتمتع بهذه النورانية وهذه الروحانية المتميزة. يعني السيد الرضا الذي ينظر إليه ينظر إلى الهدوء الكبير، كان هادئا في كلامه في خطابه في أكله في حتى مشيه، كان يتأني في كل خطواته. هكذا كانوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السيد الرضا كان منارا، وبعد رحيله هذه السنوات نرى أنه حي في القلوب. هذا يدل على أن الرجل له علاقة بالله تبارك وتعالى، فجعله الله تبارك وتعالى حيا في القلوب. كان يستثمر ساعاته حتى في سفر الاستجمام والراحة للهداية والإصلاح والكتابة والتشجيع على المؤسسات. كان قليل النوم، كثير المطالعة، عنده أسفار، ولكنه كان يستثمر حتى سفراته وتنقلاته لخدمة الإسلام والمسلمين. كان مهتما رضوان الله عليه في مختلف الزيارات وفي مختلف الاجتماعات الخاصة والعامة، كان مهتما بالتحريض، وكان يعبر التشويق، كان يقول يلزم أن نشوق الآخرين. فكان رضوان الله تعالى عليه يشجع حول أي شيء إيجابي يرى الطرف المقابل مناسب لذلك الشيء. مثلا
يشجع التاجر في تأسيس مؤسسة، يشجع الشاب الناشط في تأسيس مجلس حسيني مثلا أو مجلس قرآن، يشجع رجل الدين في ارتقاء المنبر، يشجع رجل الدين للتدريس، ودفع تلامذته إلى مختلف مستويات التدريس كل حسب مستواه، شجع الكثير من الحوزويين وغير الحوزويين على التأليف، فيعطي اقتراحا مناسبا للشخص للطرف الآخر المناسب. يشجع السياسي في أمر معين، يشجع رجال التجارة ورجال المال والأعمال فيما يهمهم حتى في مجالهم، كان يعتقد أن تجارنا يجب أن يرتقوا ويصبحوا رجال مال كبار، لأن المال وقود الحركة دائما. الكثير من الشباب والفتيات وكثير من المجتمع يتحدثون أن السيد الرضا جعل هنالك تحولا مهما في حياتنا، هذه العبارة كثيرا ما أنا سمعتها من الكثير من الشباب، أن السيد غير حياتي، ما كنت أصلي بدأت أصلي، كنت أسمع الغناء تركت الغناء، كنت أنظر للمحرمات تركت النظر إلى المحرم، حياتي غيرها في تعاملي مع زوجتي مع أهلي مع أبي مع الناس، أن السيد الرضا رحمة الله عليه كان مربيا للأمة. لقد برع السيد الراحل في الوصول إلى الجمهور الكبير من خلال أخلاقه وسماحته وعبر توجهه المعرفي في إضاءة الطريق للآخرين، وهنا لا بد من التوقف عند مؤلفات الراحل وتوجهه في التأليف. السيد كان يتمتع بأدب راقي جدا، لو نظرتم إلى كتابات السيد لوجدتم أن السيد يتمتع بأدب سهل ممتنع وأدب مؤثر جدا وبليغ، حتى أننا نجد ذلك في منهجية السيد محمد رضا الشيرازي في كتابه التدبر في القرآن الجزء الأول والجزء الثاني، نجد أن السيد هنالك معالجة قرآنية رائعة وتدبر قد يكون فريد من نوعه في التعامل مع الآيات القرآنية، الذي ينظر ويطالع هذا الكتاب يعرف أن هنالك عمقا عند السيد محمد رضا الشيرازي في معالجة المفردات القرآنية، في معالجة أبعاد القرآن الكريم، وكيف أنه كان يتأمل ويتدبر القرآن الكريم، وكيف كان أنه يؤثر ويوصل رسالة إيمانية قرآنية ربانية إلى الناس. السيد رضوان الله تعالى عليه ألف كتاب الترتب ولما يبلغ 30 من عمره، وهذا الكتاب الترتب السيد اتخذ فيه يعني منهج وطريقة جديدة في عرض آراء العلماء ثم مناقشة تلك الآراء تأييدا أو إشكالا، وكذلك جعل فصل في أخير هذا الكتاب يربط هذه المسألة الأصولية بالفقه، مسائل في الفقه ارتبطت بهذه المسألة الأصولية أو كان استنباطها نتيجة القول بهذه المسألة الأصولية. هذا النوع من الطريقة كانت طريقة جديدة. طبعا الكتاب من حيث الدقة دقيق جدا، ومن حيث سعة وشمول المعلومات شامل وواسع، وعلى أثر هذا الكتاب أجازه بالاجتهاد مجموعة من العلماء. السيد الراحل الأخ الأكبر رضوان الله تعالى عليه كان من الذين يحبون المعرفة حبا لا يضارع، لم يكن يحب العلم فقط وإنما المعرفة، والمعرفة مرتبة فوق مرتبة العلم. ولذا فإن السيد الأخ الأكبر رضوان الله تعالى عليه من جهة كان مشغولا بالبحث والتنقيب والدراسة والمطالعة ليل نهار، ومن جهة ثانية كان مشغولا بتصفية النفس وتهذيب النفس أيضا ليل نهار، كان يراقب حقيقة كلماته، عندما تشوفه في المجلس قاعد كنت تشوفه بأنه يراقب، أنه عندما يتكلم كل كلمة
يزنها بميزان، يقول هاي الكلمة ما يقول هاي الكلمة شرعيا، لأنه يرى أنه مراقب من قبل الله تعالى. إذا الإنسان جمع هاتين الصفتين، البحث والتنقيب والدراسة الدائمة الدؤوبة والجدية في البحث عن العلم والتعلم، ومن جهة ثانية تصفية النفس، فإنه لا يصل للعلم فقط بل للمعرفة أيضا، فإن العلم ليس بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلبه من يشاء. في الواقع السيد كان عالما محققا مدققا بجدارة في المسائل التي كان يطرحها من أمهات المسائل الشائكة والعويصة، سواء على المستوى الفقهي أم على المستوى الأصولي. في نفس الوقت هذه المسألة الشائكة العويصة التي احتار بها الأعلام وكثير ما نوقش فيها، إنه يطرحها بأسلوب سلس وجذاب وشيق. هي شخصية حسينية بالمعنى الدقيق للكلمة، شخصية تحاول أن تبين طبيعة الإنسانية الإنسان وما ينبغي أن يتميز به الإنسان كمخلوق وكعبد لله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتصف بما يريده له الله سبحانه وتعالى من إنسانية، من عمل دؤوب من أجل نشر الفكر الصحيح، من أجل نشر المبدأ الصحيح، من أجل هداية الناس للطريق الصحيح، منع الانحراف، رفض المفاسد التي تظهر في المجتمع. فكان الشخصية هي امتداد لشخصية والده، ألا وهي قائمة على أنه طرح اللاعنف كمنهج للسلوك، طرح الكلمة كمعيار لنشر الثورة بين الأفراد بين المؤسسات. نعم أقول إنها ثورة لبناء إنسان جديد، إنسان قادر على خدمة المجتمع، وإنسان يستطيع أن يخرج من خلال إدراكه لمعايير الثورة الحسينية، ثورة الحسين عليه السلام، يستطيع أن يدرك الأبعاد الحقيقية لما مطلوب منه لبناء الحاضر ولبناء المستقبل. ثلاث كلمات: الإيمان بالله، الولاية للنبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين، البراءة من أعداء الله وأعداء النبي وأعداء أهل البيت الطاهرين. أملي في هالكلمات الثلاث، مو لم يعمل في حياته، عمل في حياته، صلاته، صومه، كذا، طلب للعلم، خدمته لأهل البيت، كلها في مكانه، ولكن الأمل الواقعي في هذه الكلمات الثلاث: الإيمان بالله، الولاية للنبي الأعظم وأئمة أهل البيت، والبراءة من أعدائه. لبعض البشر سيرهم الطامحة للخلود، وفي كل تدبير يقومون به إنما يذهبون عميقا في رسم صورتهم بعد أن تفنى الأجساد، ليبقوا على ضوء خلودهم ساطعا بين الناس في ظلمة الأيام. ومن هؤلاء السيد محمد رضا الشيرازي، الذي رحل عن عالمنا في مركب نقله من عالم اليوميات والهموم المتركزة على إصلاح شأن الأمة إلى عالم السكون والضياء مع أجداده من آل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وليصبح رمزاً من رموز الحاضر والمستقبل. خسارة الأفذاذ وفقدان الأبطال في ميادين العلم والعمل والجهاد والتقوى، هذه الخسارة خسارة كبرى لا تعوض. العظماء والنوادر والنوابغ، هؤلاء ليسوا ممن يصنع منهم الكثير في كل جيل، بل على امتداد أجيال عديدة. أمثال آية الله السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه هم قلة بل ندرة على مر التاريخ، فهذه الخسارة خسارة كبرى لا تعوض. مات الردى لما أتى لك ساعيا،
وبقيت فينا يا محمد هاديا، بجراحنا تنساب جدول بلسم، سلمت يداك مطببا ومداويا، سمارك التقوى وقرآن الهدى، وبراك حبهما تقيا زاكيا، تمشي فؤادا صابرا فوق الثرى، ومجاهدا لم تلف يوما شاكيا، تغزو ميادين العلوم مظفرا، بوركت محمود الطوية غازيا، وتنوشك البلوى ووجهك باسم، تأبى بأن تلقى الرزايا باكيا. لم تبكي إلا للحسين بكربلاء ولأمه الزهراء رهتان واسيا، يا ابن الذي في كل عصر قلبه في كفه قلم يخط شيعوك اليوم محض جنازة، حملوك هذا اليوم بحرا ضامياً.